برنامج إعلام السلام هو برنامج بتقوم على تنفيذه هيئة أجيال السلام بالتعاون مع خبرات محلية أردنية من الوسط الإعلامي الصحفي وبتمويل من السفارة الأمريكية في الأردن. التدريب طبعاً بيستهدف مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وأيضاً مجموعة من الطلبة اللي هم على مشارف التخرج والإقبال على حياة وعمل الإعلام والصحافة. هذا التدريب يأتي بمفاهيم جديدة بتندمج مع مفاهيم قديمة وهي حول أخلاقيات وأهمية مهنية صحافة السلام. لما بنحكي عن هيك بنحكي عن المحتوى الإيجابي اللي إحنا بنطمح له، خاصة في ظل انتشار المحتوى السلبي، آلية تغطية العنف، آلية تغطية النزاع، الأزمة في الصراع، وعدم إدراج الحكم المسبق المبني في اللاوعي عند أي إنسان وصحفي وإعلامي بالمحصلة. الإعلام الرياضي له دور في نشر رسالة سلام بنبذ التعصب ونبذ الكراهية بين الفرق. يعني التعصب هو بجوز في مجتمعنا، التعصب للفرق، التعصب للألعاب، التعصب للفريق موجود يعني صراحة، لكن بدنا نخفف منها. هذا بقودنا إنه كيف إحنا نوصل رسالتنا علشان نقدر نعزز السلوك الإيجابي أفراد مجتمعنا الأردني كباراً وصغاراً، ونبدأ بالصغار ونعزز الفكر الإيجابي عند الكبار حتى يكونوا قدوة، سواء كانوا جماهير متابعة أو لاعبين. لازم نخلق اللاعب القدوة اللي يأثر على المجتمع الأردني. فرصة البرنامج التدريبي اللي بقدمها للمشاركين، بقدم لهم معلومات قيمة في مجال الصحافة والإعلام، إن كان في صحافة النزاعات والحروب، إن كان في أهمية استخدام الصورة وكيفية وأخلاقيات استخدام الصورة، وأيضا في الحديث عن العنف في الملاعب الرياضية. بجد إنه نعم هذا البرنامج يساعد، إنه بيخلي الصحفي يعني يحط بريك قبل ما ينشر أي خبر باستخدام المصطلحات الصحفية قبل نشر الخبر. التدريب هذا كان مميز شوي ومختلف بتطبيقه، فكان من المهم انه يكون الجانب التطبيقي كتير اكبر فيه. وفعلا احنا بكل محتوى ناقشناه كان في الكثير من الامثلة التطبيقية اللي بتنبع من المتدربين بحد ذاتهم، لانه كان الهدف بايصال الفكرة انه يكون مبني على الاستنتاج الكامل من خلال التجربة، وبالنهاية ما بعد التدريب مشاريع اخرى للتطبيق لحتى نشوف نتاج يطبق هذه الأخلاقيات والأساسيات التي تم إعطائها من خلال التدريب.